اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا من النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا كربا إلا نفستا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا عسيرا إلا يسرتا، ولا ولا عظيما إلا وزقته، ولا ليتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يرى
الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته ودعاك به نوح فأجبته واستشفاك به أيوب فشفيته واستغاثك به يونس فنجيته واستوهبك به زكريا فوهبته واستنصرك به محمدا فنصرته. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم رحمة من عندك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة تسعدنا بها في الدنيا وترحمنا بها يوم نلقاك، ورحمة نأمن بها يوم الحساب، ورحمة نأمن بها يوم الحساب، ورحمة ندخل بها الجنة، ورحمة ندخل بها الجنة، ورحمة ندخل بها الجنة مفتحة لنا الأبواب. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين.
وسلاما.